بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن How to convert images to sketch، أي كيف يمكن تحويل الصور إلى صور سكتشات. لدي هنا على سطح المكتب صورة لفتاة صغيرة، أريد تحويل هذه الصورة إلى صورة سكتش. أول خطوة Right Click وأختار Copy للصورة، وبعد أتجه للبروجكت، أجد هنا البروجكت باث، رايت كليك واختار بيست. اوكي، أجد الصورة هنا، تم لصقها داخل مجلد المشروع الحالي. بعدها أفتح نافذة التيرمينال وأكتب الأمر التالي، بكتب هنا pip install open cv python وأضغط مفتاح الإدخال انتر، يتم تثبيت مكتبة الكمبيوتر فيجن، وهنا أعطاني رسالة requirement already satisfied، أي أن هذا المطلوب تم استيفاؤه سابقا. نغلق نافذة الترمينال ونبدأ في استيراد مكتبة الكمبيوتر فيجن، فبكتب الأمر import cv2، ومن أول السطر أنشئ متغير وليكن اسم هذا المتغير image يساوي، واستخدم الكمبيوتر فيجن 2 في قراءة هذه الصورة، فبستخدم هنا المسود image read، ثم أكتب ملف الصورة التي استهدفها لتحويلها الى ملف سكتش او صورة سكتش، فبضع الاسم هنا بين single codes او double codes، وبكتب هنا girl.jpg. من اول السطر بكتب متغير وليكن اسم هذا المتغير gray image يساوي cv2 dot، واستخدم هنا الميثود convert color، يعني حول لون الصورة، واكتب السورس هنا الصوره الايمج اي الصوره الاصليه، وبعدين كوما و سي في 2 دوت، واستخدم هنا كلر، وكلر اختار هنا كلر للون جراي رمادي. من اول السطر اقوم بمعاينه هذه الصوره، فبكتب سي في 2 دوت ايمج شو، يعني اعرض الصوره، وأضع هنا بين سينجل كودز مثلا التايتل ايمج، وهنا كوما، وأكتب هنا الجراي ايمج اسم المتغير الخاص بها. من أول السطر أنتظر أحد ضربات المفاتيح هنا cv2.wk يساوي 0، يعني أحد ضربات المفاتيح أضعها هنا على 0 ميكرو من السكند، وأكتب هنا cv2. destroy all windows يعني اغلاق جميع النوافذ، وبعدها run، اجد الصورة هنا تم تحويلها الى لون رمادي كما واضح في المعاينة. اغلق الصورة وابدأ في كتابة متغير invert، اسم المتغير هنا على سبيل المثال invert يساوي computer vision 2.bitwise، استدعي الميثود bitwise not، وهنا هيقوم بعمل انفرتنج للبيكسلز الخاص بالصوره، وهيحول اللون الاسود الى ابيض والابيض الى اسود من الصوره الرماديه، فبنكتب هنا جراي ايمج. نعين الصوره الانفرت هنا، فاحذف هنا الجراي ايمج ونكتب هنا انفرت وكليك ران لكي نعين الصوره بعد ما تم انفرتنج لها. هنا حول اللون الاسود الى لون ابيض والابيض الى اسود حسب درجة اللون الرمادي. نغلق الصورة. في الخطوة الرابعة هنا نحاول أن نضع blurring للصورة، أي عملية ضباب للصورة، فنكتب متغير على سبيل المثال blur يساوي cv2 dot، واستخدم الميثود Gaussian blur، وأكتب السورس هنا الصورة الانفيرت اللي تم عكس الألوان لها، وبعدين كوما، ونضع الكيس سايز هنا بين براكتس، ونكتب مثلا على سبيل المثال 21 for widths و 21 for heights، وبعدها نضع هنا كوما ونضع هنا البوردر 0. من اول السطر بعمل هنا انفرتنج للصوره البلير، فبكتب هنا inverted blur بيساوي cv2 dot bitwise نوت، واكتب السورس هنا المرة دي بلير. نعين الصورة الانفيرتد بلير هنا، فنكتب هنا انفيرتد بلير ونضغط ران،
نجد هذه الصورة بعد ما عمل ضباب على الصورة، ثم من أول السطر بنحول الصورة إلى صورة سكتش، فبنكتب المتغير سكتش يساوي cv2.divide، يقوم بقسمة الصورة الجراي الصورة الرمادية كوما على الصورة الانفيرتد، فبنكتب هنا انفيرتد بلير وبعدها كوما نكتب السكيل، السكيل هنا نجعله 256.0. من اول السطر نحفظ هذه الصورة في مجلد المشروع الحالي، فبنستخدم الكمبيوتر فيجن 2.image_write، يعني احفظ هذه الصورة. نضع اسم لهذه الصورة بين سينجل كودز مثلا صورة سكتش، ثم نضع لها الامتداد بي ان جي، وناخد كوما ونكتب مصدر هذه الصورة بعد ما تم تحويلها الى صورة سكتش، فبنكتب هنا سكتش، وبعدها نعين هذه الصورة، الصورة التي تم وضعها داخل متغير سكتش، فبكتب هنا سكتش. نضغط على ران، كليك ران لكي نرى النتيجة. نجد هذه الصورة تم تحويلها إلى صورة سكتش كما نرى. إن شاء الله سأترك لك رابط هذا الكود في وصف الفيديو، وأيضا صورة هذه الفتاة الصغيرة داخل رابط الفيديو أيضا، لكي نرى كيف يمكن تحويل الصور العادية إلى صور سكتشات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.